عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في سلسلة مطبخ أم نضال. كنقترح لكم وصفة ديال مملحات بالطون والجبن والزيتون الأسود. إذا في المقادير غادي نحتاجو بصلة مقطعة قطع صغيرة، جوج علب ديال الطون اللي كنصفوهم الزيت، الملح، زيت الزيتون، بيضة كاملة. غادي نحتاجو أيضا بزار، زيتون أسود مقطع، وغادي نحتاجو مربعات ديال جبن ساندويتش، وغادي نحتاجو طبعا الورقة ديال البسطيلة. كنوضعو البصلة في مقلة وكنضيفو لها زيت الزيتون والملح والبزار، وكنوضعوها على النار وحنا كنحركوها حتى كتدبال. بعد ما كتدبل لينا البصلة فكنضيفو لها الزيتون الأسود، وكنضيفو الطون اللي كيما قلت مصفين الزيت، وكنضيفو الهريسة كتبقى على حسب الاختيار، وكنحركو هاد المكونات كلها على النار ومباشرة كنزولوها. مباشرة بعد ما كنزول المقلة ديالنا من على النار كنضيفو البيضة وكنحركو مزيان. اذا هذه هي الحشوة ديالنا. وهنا كناخدو جبن ساندويتش اللي كما كتشوفو فكنقطع تقريبا ثلثين من جبن ساندويتش، لان هذيك القطعه ديال جبن ساندويتش هي اللي غتعطيني الشكل ديال المملحات اللي غادي نشكل بالورقه ديال البسطيله. كناخذ الورقه ديال البسطيله طبعا اللي كندهنوها بالزبده مزيان، وكنوضع القطعه ديال جبن ساندويتش، فكنوضع القطعه الكبيره اللي هي الثلثين، ثم كنوضع فوق منها الحشوه على هذا الشكل، وكنطوي كما كتشوفوا كنطويو على يعني القياس ديال القطعه ديال الجبن ساندويتش، وكنلفو في الاخير كندهنو يعني البياض البيض باش تلصق لنا الورقه، وكنسدوها ونفشي بالنسبه لباقي المملحات. بالنسبه للتكتل اللي كيبقى لينا ديال جبن ساندويتش فكنجمعوا يعني كل قطعه ديال الثلث من اللي شات لينا من كل جبن، وكنديروا نوضعوهم بجوج باش ما يضيعوش، وكنشكلوا المملحات ديالنا، ثم كندهنوهم بالزبده وكندخلوهم الفرن. وهنا يمكن لكم تقليوهم فكيبقى لكم الاختيار، ونتلاقاو باش تشوفوا الشكل النهائي ديال الوصفه ديالنا. الشكل النهائي ديال المملحات ديالنا اللي بالطون والزيتون والفرماج كما كتشوفوا كيجيو على هذا الشكل. بعد ما كنخرجوهم من الفرن مباشره كنرشوا الجبن الاحمر من الفوق، كيجيو رائعين ولذات بزاف. نتمنى تجربوا الوصفه، ولا عجبكم الفيديو بارطاجيوه عندكم واشتركوا بالقناه باش توصلوا دائما بجديد وصفاتي. وبالصحه والراحه.